بسم الله الرحمن الرحيم. تم بإشراف المجلس المحلي ومديرية التربية تنظيم بطولة مدرسية كرة القدم شاركت فيها 8 فرق. الفرق من طلاب المدارس تضم 10 لاعبين بما فيهم منسق رياضي عن المدرسة. حاليا احنا باليوم الثاني للبطولة. البطولة نظامها اعتمد على المغلوب يتأهل والخاسر هارد لك، والحمد لله هذا اليوم الثاني. فرحة الطلاب عندنا يعني فرحة لا توصف. كل الشكر لكل الداعمين والمنسقين والمدراء اللي تعاونوا معنا لنجاح هاي البطولة. Thank you.